في البداية نعرض حول تاريخ الدراسات التي تمت طبعاً من نهاية القرن الماضي. كانت بدأت البعثات الأخرية الإقليمية في اليمن، وكانت تدرس بشكل خاص النقوش الكتابية، وثم بعد ذلك تتالت البعثات وبدأت في إبحار الفن الصخري، الرسوم الصخرية. تقريباً من عام 1976 بدأت البعثة الفرنسية بدراسة النقوش الفن الصخري في المنطقة الصعبة. بداية هذا موقع اليمن، وهنا الخريطة الإدارية للجمهورية اليمنية. طبعا الدراسات على النقوش الصخرية تمت بشكل كثيف في منطقة حضرموت، شوفوا أديان صعدة، يعني تقريبا في الشمال والشرق والجنوب. بعض المحافظات إلى الآن لم تتم بشكل كبير بحكم التمويل وما إلى ذلك. هذه الخريطة الجيولوجية أو تكوين السطح في اليمن، طبعاً المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية والسد الساحلي والصحراء اليمنية. بالنسبة لتركيز الفن الصخري طبعاً في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية إضافة إلى أطراف الصحراء. بالنسبة للعصور التاريخية لواقع الفن الصخري طبعا متابعة من العصر الحجري الحديث تقريبا إلى فترة العصر الإسلامي. هذا ما نراه طبعا الألوان تقريبا من البروجيكتور. هذه الحيوانات التي كانت سائدة في عصور ما قبل التاريخ، وفي عصور ما قبل التاريخ تلاحظ أن هناك نمطين من أنماط الفن الصخري في اليمن. النمط الأول اللي هو فترة الصيادين الأوائل، ونلاقي فيها الحيوانات الكبيرة مثل الجاموس والثيران، أيضا يحتوي على أشياء أشكال بشرية وحيوانية ضخمة الحجم الطبيعي تقريبا. هي أسلوب حياة الصيد والجمع اللي كان سائد في تلك الفترة. النمط الثاني طبعا اشكال بشريه طبيعيه، وايضا رسوم الحيوانات اللي كانت منتشره في الطبيعه مثل الوعود، ومناظر الصيد بالكلاب، وايضا مناظر الحمام الوحشيه والحصينات. المرحله الثانيه للعصر البرونزي طبعا فيها حيوانات ملونه، للحيوانات التي تم استئناسها في تلك الفتره، و ايضا كانت فيها الرسوم الملونه. بالنسبه للفتره الثالثه اللي هي فتره العصر التاريخي، واللي كانت الحيوانات ومناظر الصيد منفوقه ايضا بالكتابه، الحروف الكتابيه. يعني كانت فيما قبل التاريخ والعصر البرونزي غير مصاحبة للحروف. هذا أحد النماذج لفترة العصر البرونزي تقريبا، فيها رسوم الوعود، رسوم صغيرة بالألوان. طبعا في الغالب بالنسبة للموضوعات فيها يعني التعبير عن الحياة الدينية، الحياة اليومية، حياة الصيد، حياة أيضا التجارة، الركوب على الجمل. مثلا هذا المشهد مشهد الصيد الصياد، وهنا أحد الوعود اللي هو هذه فترة العصر التاريخي المرفوقة
كتابة مسندية. وهنا فترة العصر الإسلامي، هذا على التبع الزمني للعصور التاريخية، هنا كتابة بالخط العربي. طبعا هناك تزامن ايضا، نجد انه في بعض الصخور بنلاقي الرسوم التي كتبت في العصور التاريخيه، وايضا الى جانبها نلاقي الكتابات بالخط العربي. بالنسبه لكثافه الرسوم نلاقي ان هناك مواقع كبيرة يعني تضم عدد كبير من الرسوم الصخرية، وكأنها عبارة عن مكتبة كبيرة. وأيضا نلاقي موقع فيه رسم صخري واحد فوق أحد الصخور، مثلا هذه عبارة عن صخرة كبيرة فيها مجموعة من الكتابات. هذا يعني كتلة صخرية ضخمة فيها أكثر من رسم، وكذلك هذا يعني في كل وجه صخري نلاقى هناك رسم. بالنسبة لطرق تنفيذ الفنون الصخرية، عندنا طريقة الطرق على الحجر، الحك أيضا رسم الألوان، الرسم النقطي والحز. بالنسبة للأساليب عندنا أسلوب الرسم العمودي، وأسلوب الرسم المصمت، واسلوب الرسم اطار الحيوان فقط، اسلوب رسم اليد، الرسم ايضا المصاحب للكتابه، وايضا الكتابه. نجد ان الفن الصخري في اليمن كما هو في بقيه الاقطار معرض لبعض المخاطر، مثلا هنا التكسير، نجد ان احد المواطنين يريد ان يبني بيتا فوجد هذه الصخره فتم تكسيرها، يعني عدم الوعي بهذا الشيء. ايضا الرمايه احيانا وان خفت هذه الظاهره بحكم نزول ميداني ولا توعيه المواطنين، نجد هذه الرسوم هدفا للرمايه، من اخذ بندقه يصوب على الرسم. ايضا نجد الكتابات، كل واحد يكتب ذكرياته فوق الكتابة السابقة، من الذكرى الصالحة هذه مثلا فوق الكتابة. الأخ يحيى سيختم العرض، هذا ما لديه. شكرا جزيلا دكتور، صراحه اجد صراحه اعطى نبذه واحزننا وقع الحرب على هذه النقوش وخاصه يوم الرمايه. كلمه جميله التي تفضل السيد رئيس الجماعه يعني تلاوتها صباحا، وكانت فيها توصيه اعتقد ان شاء الله انها ستكون خارطه طريق بالنسبه لنا جميعا. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه ان شاء الله نحن نتطلع في اليمن ان شاء الله الى مزيد من التعاون معكم، ويعني خلال زيارتي قبل شهرين الى اليمن طرحت كثير من افكار التعاون بين المملكه المغربيه والجامعه الاسلاميه، وكان هناك يعني اقبال منقطع النظير. وقد اسسنا مركز باسم مركز التراث الثقافي في جامعتي يختص بالتراث الجهوي الجامعة في شكله الأول، وعلاقة التراث اليمني بالتراث المغربي في عمومه في شكله الثاني. وهذه يعني هذه النقطة إن شاء الله ستمنحنا فرص لعمل يعني ندوات وأنشطة متبادلة بين اليمن والمغرب. شكرا جزيلا لكم.